السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 2 الصف الثاني الابتدائي ترم 1 الترم الاول، والنهاردة هنبتدي نشرح المحور الثاني World Around Me. World Around Me، عالم من حولي. Chapter 1 الفصل الاول، What is in the night sky؟ What is in the night sky؟ ما الذي يوجد في سماء الليل؟ طبعا بيكلمنا عن النجوم والكواكب، حاجات جميلة قوي ليها دعوة بالسماء وبالحاجات اللي احنا بنشوفها فيها. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا أصحابي what يعني ما أو ماذا، is in the night sky، يوجد في سماء الليل. وأول page في chapter 1 وهي page 87 أو صفحة 78 عنوانها نور and حسام. نور وحسام، نور and حسام. Look at the illustrations. Illustrations يعني رسوم توضيحية. Look at the illustrations. Read the story. Circle words you do not know. Look at the illustrations يعني انظر على الرسوم التوضيحية. Read اقرأ the story القصة. Circle بعد اقرأ حول words الكلمات you do not know التي لا تعرفها. فأول صورة فيها نور وحسام ماشيين في الطريق بتاعهم وهم راجعين من السكول أو من المدرسة، فهم بيتكلموا مع بعض. فمكتوب هنا يا أصحابي نور and her neighbor. her neighbor يعني جارها. حسام هو جار نور، neighbor يعني جار. her neighbor حسام، جارها حسام. walk home. walk home ماشيين إلى المنزل. walk home ده expression على بعضه، ما بنكتبش بين walk و home to، ما بنقولش walk to home. walk home على طول يعني أنا ماشي إلى المنزل. فهم ماشيين مروحين يعني. from school. from school من المدرسة. they hear. they hear هم سمعوا. a plane. a plane طائرة. cross the sky. cross the sky بتعبر السماء، طايرة في السماء فوق منهم. مرة كمان نور and her neighbor حسام walk home from school. they hear a plane cross the sky. مكتوب كمان نور points to a cloud. نور أشارت، cloud يعني سحابة غيمة من الغيوم. السحابة اللي طايرة في السماء دي اسمها cloud. نور أشارت شاورت ناحية سحابة. She says هي قالت look at the cloud. look at the cloud انظر على السحابة. it looks like. it looks like يعني انها تشبه. looks like يعني يشبه my cat. my cat القطة بتاعتي. فهي بتقول له بص على السحابة دي شبه القطة بتاعتي. مرة كمان نور points to a cloud. she says look at the cloud. it looks like my cat. حسام says yes it does. yes it does نعم بالفعل هي فعلا شبه الكات بتاعتك. حسام says yes it does. حسام points to another cloud. another يعني أخرى. حسام شاور على سحابة تانية. حسام points to another cloud. this one looks like a pillow. pillow يعني وسادة يعني مخدة. فبيقول لها انظري السحابة دي شبه البيلو، شبه الوسادة أو المخدة. مرة كمان حسام points to another cloud. this one looks like a pillow. نور smiles. نور smiles هي ابتسمت. she says هي قالت last night. last night الليلة اللي فاتت يعني امبارح بالليل، الليلة الماضية. I saw. I saw أنا رأيت the moon. the moon القمر. and the stars. the stars النجوم. مرة كمان نور smiles. she say last night I saw the moon and
the stars. حسام says sometimes I wonder يعني أنا أتعجب أنا أتساءل sometimes أحيانا أنا بتساءل why does the sky لماذا السماء change بتتغير too much كثيرا. مرة كمان حسام says sometimes I wonder why does the sky change so much. وبكده عرفنا الستوري الصغيرة الجميلة دي الخاصة بنور و her neighbor حسام وهم راجعين من السكول او من المدرسة اتكلموا عن السكاي وعن الكلاودز او الغيوم السحاب اللي في السماء وكمان عن سماء الليل لما شافت فيه نور المون او القمر. وتعالوا نتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 88 او صفحة 88 وعنوانها I think يعني انا اعتقد I think. Think about يعني فكر في what you see ما الذي تراه what you see ما الذي تراه in the sky في السماء. Think about what you see in the sky. Under the words night sky تحت كلمة night sky write what you see in the sky at night. اكتب الحاجات اللي انت شفتها in the sky في السماء at night في الليل. Under the words تحت كلمة day sky سماء اليوم العادي سماء النهار day sky يعني سماء النهار write اكتب what you see ما الذي تراه during أثناء خلال the day اليوم. فهنا مفروض مدينا two tables أو جدولين أول واحد مكتوب فيه night sky سماء الليل تاني واحد مكتوب فيه day sky سماء النهار. المفروض هنكتب تحت night sky الحاجات اللي احنا بنشوفها في the sky at night أو السماء بالليل وتحت day sky أو سماء النهار هنكتب تحت منها الحاجات اللي احنا بنشوفها في the sky at day او السماء بتاعت النهار. ومدينا كمان مربعين تحت اول مربع تحت النايت سكاي مكتوب فوق منه draw ارسم a picture صورة of a night sky لسماء الليل والتاني مكتوب فوق منه draw ارسم a picture صورة of the day sky of the day sky لسماء النهار. فأول حاجة night sky أو سماء الليل المفروض احنا بنشوف ايه يا أصحابي في night sky أو سماء الليل شاطرين أول حاجة ممكن نشوفها the moon أو القمر يبقى هنكتب هنا the moon القمر زي ما احنا شايفين قدامنا. ممكن كمان نشوف ايه في the sky at night شاطرين stars النجوم بنشوف النجوم يبقى بنشوف the moon و stars. ممكن كمان نكون بنشوف ايه في the sky at night ممكن نشوف طيور الليل بقى الطيور اللي بتطلع بالليل زي مثلا bat او خفاش owl او بومة فدي الحاجات اللي احنا بنشوفها في السماء بالليل او in the sky at night. طب في day sky او سماء النهار اول حاجة بنشوفها ايه يا اصحابي شاطرين the sun او الشمس يبقى نكتب هنا the sun. بنشوف ايه كمان شاطرين الكلاودز او السحاب الغيوم السحاب اللي في السماء ده ما بنشوفوش بالليل بس بنشوفه فين بالنهار. وبنشوف ايه كمان يا اصحابي وممكن كمان نشوف birds او طيور من الطيور اللي بتطير في النهار بس بتكون نايمة بالليل فدي الحاجات اللي احنا بنشوفها في النايت سكاي ودي الحاجات اللي احنا بنشوفها في الداي سكاي. ونرسم هنا في المربعين اللي موجودين في اسفل الصورة صورة هنا لسماء الليل او the sky at night وهنا صورة لسماء بالنهار او day sky سماء النهار زي ما احنا شايفين قدامنا صورتين مختلفتين شوية. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 89 او صفحة 89
وعنوانها My Sky. My Sky أو السماء بتاعتي، السماء اللي أنا شايفها. فبيقول لنا هنا Draw ارسم The Sky. The Sky السماء. You saw التي رأيتها last night. Last night الليلة الماضية، امبارح بالليل. If you did not see the sky last night، لو انت ما شفتش السماء امبارح بالليل، أي يعني الليلة الماضية، you may، انت ربما draw ترسم from memory. From memory من الذاكرة، يعني انت لو ما شفتش السماء امبارح بالليل حاول تفتكر اخر مرة شفت فيها السماء بالليل كان شكلها ايه، وحاول ترسمها هنا في السيركل الكبيرة دي. فهنا المفروض هترسم صورة للسماء اللي انت شفتها last night او الليلة الماضية. لو ما شفتش السماء last night هترسم هنا from your memory او من الذاكرة بتاعتك اخر مرة شفت فيها النايت سكاي او سماء الليل كان شكلها عامل ازاي. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 90 او صفحة 90 وعنوانها shapes in the sky. shapes الاشكال، in the sky في السماء. طبعا يا اصحابي احنا عارفين ان احنا لما بنبص على السحاب زي نور وزي حسام كده، ساعات بنتخيل ان هو بيبقى بيدينا شكل من الاشكال اللي احنا عارفينها في حياتنا. هي قالت ان هي شايفة القطة بتاعتها، وهو شايف البيلو او المخدة اللي هو ممكن يكون بينام عليها. فبرضو بالليل واحنا بنبص على النجوم، مش احنا بس، كل الناس اللي قبل مننا لقوا ان النجوم وهي موجودة جنب بعضها في السماء، ساعات لو عملنا بينها خطوط معينة بتخلينا نشوف اشكال ممكن احنا نتخيلها كلنا مع بعض، زي مثلا الصورة دي. مثلا يعني انا لو قلت لك شايف النجوم دي، لو وصلناها بالشكل ده هيدينا شكل مثلا حيوان من الحيوانات، وهكذا. هي الفكرة هنا ان احنا ممكن نوصل النجوم ببعضها فبتدينا اشكال مختلفة. ده اللي بيحصل في سماء الليل، وده اللي حصل مع الناس اللي قبل مننا في الدنيا كتير جدا. فتعالوا نتعرف على بعض الاشكال اللي ممكن نشوفها في سماء الليل عن طريق ان احنا نوصل النجوم ببعضها، ودي بيسموها constellation. constellation او كوكبة، مجموعة نجوم جنب بعضها، لو وصلنا كده بينهم فخيالنا بعض الخطوط بتدينا كوكبة او constellation. constellation يعني كوكبة. وكمان في اسماء للاشكال دي، هنتعرف على بعض منها دلوقتي. فاول حاجة هنا بيقول لنا shapes in the sky. shapes in the sky الاشكال في السماء. look under at the images below. the images below الصور الموجودة بالاسفل. what do you notice. what do you notice ما الذي لاحظته. what shapes ما الاشكال. and patterns والانماط do you see. do you see التي تراها. فزي ما قلت لكم هنا هو مدينا صورتين للنجوم اللي موجودة في سماء الليل. احنا ممكن نقعد نتخيل خطوط كتيرة بينهم نكون اشكال مختلفة، كل واحد يبقى متخيل مجموعة من الاشكال في عقله. المهم ان احنا لازم نتعلم نحاول نتخيل النجوم دي لو وصلناها ببعضها بتدينا اشكال عاملة ازاي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 91 او صفحة 91. وبيكلمنا هنا اصحابي عن اول constellation او اول كويكبة من الكويكبات اللي احنا ممكن نشوفها في سماء الليل، وهي اسمها اوراين. اوراين ذا هانتر. اوراين ذا هانتر. اوراين ذا هانتر اللي هو الصياد اوراين. تعالوا نعرف القصة بتاعته ايه وتعالوا نفهم اكتر. هنا العنوان بتاع البيج دي A Hunter in the Sky. A Hunter in the Sky يعني صياد في السماء. A Hunter يعني صياد. In the Sky في السماء. Look at the image. Look at the image. انظر على الصورة. Of stars الخاصة بالنجوم. Connected المتوصلة by lines. By lines بالخطوط. Look at the images of stars connected by lines. What do you see? What do you see? ما الذي تراه؟ Read the story. Read the story. اقرأ القصة. Circle words. ضع دائرة حول الكلمات. You do not know. You do not know التي لا تعرفها. والستوري اللي عندنا اسمها Orion the Hunter. Orion the Hunter
يعني الصياد أورايون. فبيقول لنا هنا أورايون was a very good hunter. أورايون ده كان was كان a very good hunter, صياد جيد جدا. He used هو استخدم a bow. A bow يعني قوس. طبعا انتوا شايفين الصورة بتاعت القوس والأسهم والسهام دي. القوس اسمه bow والسهام اسمها arrows. فهو هو استخدم a bow and arrows, قوس وسهام. To hunt ليصطاد. يبقى مرة تانية, he used a bow and arrows to hunt. Two dogs, كلبين, helped him, ساعدوا hunt في الصيد. Use your imagination, استخدم خيالك. Imagination يعني خيال. هو هنا بيقول لك استخدم خيالك. Can you see, هل تستطيع أن ترى, a hunter, صياد, in the stars below, في الصورة بتاعت النجوم الموجودة بالأسفل. مرة تانية, Orion was a very good hunter. He used a bow and arrows to hunt. Two dogs helped him hunt. Use your imagination. Can you see a hunter in the stars below? وزي ما احنا شايفين قدامنا يا أصحابي, دي صورة أورايون, الكونستليشن أو الكويكبة بتاعت أورايون, مجموعة من الستارز أو النجوم متوصلة ببعضها بخطوط, والناس تخيلتها إن هي هانتر أو صياد, وسموها كمان أورايون, ادوها اسمه أورايون, وسموها أورايون the hunter أو صياد أورايون. وتعالوا نتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكم معايا ونوصل لبيج 92 أو صفحة 92, وعنوانها Observing a pattern. Observing يعني ملاحظة, a pattern نمط. انتوا عارفين يا أصحابي طبعا يعني ايه pattern. Pattern يعني نمط, يعني مجموعة من الحاجات, الأرقام أو الأحداث أو الألوان بتتكرر بشكل منتظم. يعني مثلا لو قلنا مثلا بيجي في الأول اللون الأحمر, بعد كده الأخضر, بعد كده الأزرق, بعد كده الأحمر, بعد كده الأخضر, بعد كده الأزرق, لما يسألك المفروض هيجي بعد كده إيه, هتقولي الأخضر, بعد كده الأحمر, بعد كده الأزرق, لأن في pattern أو في نمط, حاجة بتتكرر بشكل منتظم كل شوية, وده بيخليك تقدر تتنبأ هيحصل ايه بعد كده, لان في باترن او في نمط. فالباترن ده ممكن يتكرر في الالوان, ممكن كمان يتكرر في الارقام. فمثلا لو جيت قلتلك الارقام دي 1 3 5 7, واجي اقولك هيجي بعد كده ايه, فانت هتعرف لوحدك ان انا بزود 2 كل مرة, فتعد في دماغك 2 بعد 7, هتقولي 9 يا مستر, هقولك شاطر, انت عرفت ان انت تحسب ده عن طريق ان انت عرفت ان في باترن او نمط بتتكرر في عملية معينة, فبيخلينا نقدر نتنبأ بالاحداث اللي بعد كده. فهنا observing يعني ملاحظة, a pattern نمط. وبيقول لنا هنا read, اقرأ, the story القصة, and study وادرس, Hamid's ده اسم واحد اسمه حامد, data اللي هي البيانات اللي هو جمعها. What pattern do you see, ما النمط الذي تراه. Using this pattern, باستخدام هذا النمط, ساعد حامد figure out, أن يستنتج, what time ما وقت, Orion will rise, سوف يظهر فيه Orion, for the next four nights, في الأربع الليالي اللي بعد كده التاليين. مرة تانية, read the story and study Hamid's data. What pattern do you see? Using this pattern, help Hamid figure out what time Orion will rise for the next four nights. ومدينا هنا table يا أصحابي. حامد كان قاعد بيتابع الوقت اللي بيظهر فيه أورايون كل ليلة من أول Sunday أو يوم الأحد, وكان بيكتب الوقت بالساعة وبالدقيقة, وكان بيتابعه لحد ما وصل لThursday أو يوم الخميس. فالمفروض نحن هنقوله بعد كده في Friday, Saturday, Sunday, Monday, Orion هيظهر إمتى, أو what time
Orion will rise for the next four nights. Orion هيظهر امتى في الليالي دي؟ فهنا بيقول لنا حامد lives in the desert. حامد بيعيش في الصحراء. حامد lives in the desert. حامد عايش في الصحراء. At night في الليل he loves to look at the stars. He loves to look at the stars. هو بيحب ان هو ينظر على النجوم. He records هو بيسجل his observations. His observations ملاحظاته like a scientist كعالم كأنه عالم. He records his observations like a scientist. His favorite constellation الكويكبة المفضلة بالنسبة له اللي هي مجموعة النجوم اللي بيحب يبص عليها بشكل مفضل بالنسبة له is Orion. Is Orion هي Orion مجموعة Orion. For one whole week for one whole week لأسبوع كامل حامد recorded حامد سجل the time he saw Orion appear. The time he saw الوقت اللي هو رأى فيه Orion appear مجموعة Orion بتظهر. فبيقول لنا هنا عايزين نساعده في ان هو يعرف what time Orion will rise for the next four nights. اول حاجة تعالوا نشوف من اول Sunday عشان نعرف الباترن ماشي ازاي. فهنا بيقول لنا Sunday كان ظهر في 8:36 الساعة 8:36 دقيقة. Monday يوم الاحد ظهر في 8:32 الساعة 8:32 دقيقة. Tuesday ظهر في 8:28 الساعة 8:28 دقيقة. Wednesday ظهر في 8:24 الساعة 8:24 دقيقة. Thursday 8:20 الساعة 8:28 دقيقة. يبقى واضح جدا ان هو كل يوم بيظهر بدري 4 دقايق. 36 بعدين 32 بعدين 28 بعدين 24 بعدين 20. مفروض فرايداي هيظهر امتى يا اصحابي؟ شاطرين. 8:16 و PM يعني مساء. 8:16 PM يعني الساعة 8:16 دقيقة مساء بالليل. طب و Saturday مفروض يظهر امتى؟ شاطرين. 8:12 الساعة 8:12 دقيقة لان احنا بنقلل 4 دقايق. طب Sunday المفروض يظهر امتى؟ شاطرين. 8:08 o'clock 8 minutes الساعة 8:08 دقايق. طيب Monday المفروض يظهر فيه امتى؟ شاطرين. 8:04 يعني الساعة 8:04 دقايق. وبكده نكون ساعدنا حامد ان هو يعرف what time Orion will rise for the next four nights. وبعد كده بيقول لنا what pattern اي نمط do you see in Hammett's data في البيانات الخاصة بحامد. ايه الباترن او النمط اللي انت شايفه في البيانات الخاصة بحامد؟ فهنكتب 8:36 8:32 8:24 8:20 8:16 8:12 8:8 8:4. كده عرفنا نكتب الباترن او النمط اللي موجود في حامد's data او في البيانات الخاصة بحامد. اخر سؤال بيقول لنا with every night بكل ليلة that passes اللي بتعدي the rise time وقت الظهور of the stars الخاص بالنجوم is getting بيصبح earlier يعني مبكرا ولا later متأخرا. المفروض ان كل ليلة بتعدي النجوم بتظهر فيها earlier يعني بدري اكتر ولا later متأخرة اكتر؟ شاطرين. طبعا هو الوقت بيقل يعني كانت 8:36 وبقيت بعد كده بتظهر الساعة 8:04 دقايق 8:04 minutes. فالمفروض ان هي بتظهر earlier
earlier أو مبكرة أكتر، فهنعمل خط تحت كلمة earlier. earlier يعني مبكرة أكتر أو بدري أكتر. وبكده نكون انهينا page 92 وانهينا معاها درس النهاردة. أتمنى إن أنت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، أتمنى إلي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو، والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.